مرحبا بي ماي جيست، بتطلع عليكم بحلقه جديده لليوم. ومثل ما وعدناكم سابقا، رجعنا اليوم نستضيف دونيستو الكرييتر ايفنت يلي صار بمنطقه الجديد البشري السد بنوال. اكيد هالزينه الكبيره وهالايفنت الضخم يلي كمان كسر الارض اذا فينا نقول، هال 30 عازف نازلين بين السماء والارض معلقين بونش على علو 15 متر، هالباراد الكبيره يلي ضمت تقريبا 60 كاركتر، وكلمه الرئيس يلي كانت كثير حلوه مثل العاده، واشياء ثانيه رح نحكي عنها اليوم مع دونيس. هاي دونيس، مرحبا، اهلا وسهلا فيك. ميرسي. اليوم انا صرت ببيتي هون، صرت ببيتك، اهلا وسهلا. اليوم انت معنا تنرجع نحكي شوي، اذا بدك نعمل هيك ايفالويشن للايفنت، تقييم، ونشوف انه كل شيء شفناه بالحلقه قبل الايفنت اللي استضفناك فيها من كاركترات، من تياب للكاركترات، من الـ يعني البارات ككل، هالميوزيسيان اللي معلقين بين السماء والارض اللي يمكن ما كانت كثير واضحه الفكره للناس، كان شوي فلو، شفنا كل شيء قلتيه بالحلقه طبق على الارض مثل ما هو واحلى كان. شو السر؟ اول شيء لقدر نجح هيدا الايفنت كان في عده عوامل، بس اهم عامل كان موجود واللي نجح الايفنت هو اكيد وقتها مثل ما قلت لك انه انا جيت عند رئيس البلديه، هون بدي اوجه له تحيه كثير كبيره، رئيس انطوان جبارة، واقترحت عليه هالايفنت، ما اخذت معه ثانيه ليقبل، لدرجه انه انا كنت بالريهرسل قبل بليله، لان احنا اكيد عملنا ريهرسل، وهون انا بدي اعتذر من كل الناس، لان اضطرينا نسكر الطرقات، بعض الطرقات لان ما فينا ما نسكرها، لمثل ما شفتوا يعني عمل ضخم، مش انه باراد على الطريق عاديه. وقت شفت هالعمل بالريهرسل، اكيد انا شفته بالريهرسل بمكان اخر قبل كنا عم نعمله، بس وقت شفته على الارض وبالليل قعدت سالت حالي، قلت والله كيف الرئيس قبل معي لانه عن جد اخوات كان، لان ايه، لان انه وقت تشوفي كيف عم بيطلعوا وكيف كنا عم نعمل معلقين، واذا بتلاحظي معلقين ما مبينين باجريهم، اذا لاحظتي كنا ملبسينهم اوفر هول، ونحن معلقينهم من تحت الاوفر هول، يعني معلقينهم، يعني هم، انا بدي اوجه لهم تحيه كثير كبيره، وبدي اقول لهم يعطيهم الف عافيه، لان انا بعرف الوجع اللي بيكون انوجعوا فيه هن وفوق، يعني ولوقت طويل، لوقت طويل، صح، صح، وكانوا عم يعزفوا من فوق، صح. يعني في ناس يمكن فكرت انه الموسيقى هي بلاي باك، صح، بينما لا. هي كانت لايف، كانت لايف، وكان واضح اصلا يلي يعني كان موجود شاف انه الموسيقى طالعه من فوق، صح، اكثر من انه هي شيء بلاي باك او شيء. بقى عن جد تحيه لانهم، انه كثير تعبوا وبقيوا معلقين لوقت طويل، واذا لاحظتي كان بالتصوير كل حد بيفتكر لازم ترجعوا تمرقوا التصوير كله سوا، بتلاحظوا بالتصوير انه قد ايه كنا عم نشتغل على الثانيه وعديها، انه وقت طلع الفرقيه اضطرينا ننزلهم شوي، يعني الونش نزل فيهم شوي لتحت، وتخلص الفرقه رجعوا طلعوا على محلهم الاساسي وين عزفوا النشيد الوطني اللبناني، لنرجع نبلش البراد معهم هن مع عزفهم. صح. بقى هيدي التكنيك اللي صارت، اكيد كمان بدي وجه تحيه كثير كبيره للام تي في، واكيد للبروديوسر كارلا عاد، واكيد للمخرج ولكل الفريق، ولاكيد كل العالم اللي اشتغلوا على الارض، وانا ما في يعني ما في كلمات بقدر اعبر لهم عن شكر لهم، لان بالحقيقه كانوا عم يشتغلوا مثل كانه عم يشتغلوا لهم لبيتهم. صح. صح. وهيدا الشيء لبسناه بكل اكيب العمل، هيدا لانه كمان بتوجيهات رئيس البلديه، اكيد، وبتوجيهاتك على الارض مع الشباب، الاضاءه، الصوت، المسرح، كل الناس اللي تعبت عن جد تينجح الضخم. دونيزيا اللي شفناه بالجديد البشري ست سنه، كانك بلندن، كانك بالشانزليزيه، كانك مش بلبنان. وانا بس رجعت حضرت الدي في دي على رواق بعد شي جمعه، حسيت انه اف، لانه واحد وقت يكون بالايفنت شيء، وقت يكون قاعد بالبيت عم يحضر على التلفزيون، بتبين ضخامه العمل، ببين من كل الانجلات يلي نحن ما كنا قادرين نشعل لانه كنا على الارض. صح. قديه عن جد تاثرت، وقديه كنت فخوره انه هالقد هالايفنت كان عالمي اذا فينا نقول. انا فيي اقول شغله هيك بكل تجرد، رجع حط جديدة على الخارطة مزبوط. يعني جديدة بال2000 حطت على الخارطة. هلا اكيد انا نحن منا بتنافس، انا كدونيز عم بحكي، انا وقت اعرض مشروع ما بيكون عندي تنافس انه بدي اعمل احلى شيء، لا، ولا بدي يكون انا احلى شيء، انا وقت اكون عم بعرض مشروع بكون بدي اعمل شيء جديد، انا هيدا اللي بيهمني، هيدا اللي بيهمني دائما، وهيدا اللي ميزنا السنه عن هيدا اللي ميزنا، صح، هيدا اللي ميزنا. بتعرفي وقت كنت بمقابلتي مع
مع الصبية بتلفزيون لبنان بوجهها تحية، سألتني إنه إذا نحن كبلدية جديد البوشي السد بكمبيتيسيون مع غير بلديات، قلت له إنه لا، لأنه نحن اللي عملناه السنة ما ضوينا شجرة مثل ما كل الناس تعمل، صح. ولا افتتحنا نزينة عادية، نحن السنة عملنا إيفنت ما حدا عامله، وفكرة هالموسيسيان اللي كتير جريئة اللي كان بدها رجل مثل الرئيس أكيد يوافق عليها، ومرة يعني خوطة بالشغل، خوطة سوري على التعبير، بس انه هالقد بشتغل بطريقة جنون واخوات مثلك تطلعت بهالفكرة، وهالشخصين وقت التقوا تنفذ الايفنت بطريقة كتير بروفيسيونال وحلوة، وانا اكيد انه سنة الجاية الناس رح تعمل مثلنا، بس نحن هنكون سبقناهم لانه نحن عمل غير شيء. هلا اي مازال عم تقول مثلنا، بدي بس الفت النظر واقول للمشاهدين انه انا وصل لي تليفونات بعد جديدة البوشرية السد افتتاحيتها، وحكيوني ناس ما انا بتعرف يعني هودي المجلس بالامانات انه حابين يعملوا نفس الشيء. انا وقت جيت عند الرئيس واقترحت هالشيء قلت له انا اول شخص جاي لعنده هو حضرتك كرئيس بلديه، واذا انت وافقت على المشروع انا يعني باكد لك انه هالمشروع ما بيروح لولا بلديه، مش لان ما بدي اياها تروح لولا بلديه، لان بدي اياها تكون لبلديه بالاساس بلديه واحده. صح. وتجيني تليفون وقالوا لي انه بليز نحن بدنا نعمل هيك شيء ببلديتنا، انا رفضت وقلت لهم انه انا اول شيء هيدي الاكسكلوزيفيتي هي لبلديه جديدة بوشري السد، انا اعطيت كلمتي للرئيس والكلمه اهم بكثير من حياة الامضاء، وانا ما حدا بيقدر ياخذ هالفكره غير بعد بسنه. حلو. غير اللي بده ياخذها بده يستاذننا، انا اكيد بدي ارجع للرئيس واقول له نحن طلبوا منا مثلا هالبلديه ولا هالمؤسسه نعمل هيك، وهو بيشوف شو بده يعمل، بس انا اذا بترجعي لي انا لا في سنه ما حدا لازم ياخذها. حلو. حلو. اصلا كل العالم بتحكي فيها، بعدنا لهلا الاصداء بعدهم بيحكوا عن شو صار بسوق نيو جديده. خلينا نقول انه نعطي سكوب للناس انه احنا بلشنا نحضر لسنه الجاي، بلشنا نحضر لقبل سنه الجاي اكيد ما بده يصير، بس لانه نوال خلينا نقول انه كمان نوال سنه الجاي رح يكون، يعني قديش شفنا السنه عمل ضخم، سنة الجاي رح نشوف احلى واحلى، رح نشوف غير شيء، شيء جديد. هلا ما رح نحكي عنه، هلا رح نحكي عنه، رح يكون عنا ايفنتات نحكي أكيد عنه، لان انا سافرت بين ما انتهى الايفنت تبع جديدة، راحت كم يوم وشبت شوية افكار من برا، واكيد اقترحتهم على الرئيس، واكيد الرئيس غريب، يعني اول مره بتعامل مع انسان بيعطيك هيك الحريه المطلقه، يعني اكيد الحريه المطلقه، وقد ايه، وحتى سالته انا قلت له رئيس كنت متخيل هالقد رح ينجح؟ طلع هيك فيي قال لي اكيد. قلت له طب كيف كنت متخيل هالقد؟ قال لي لان بعرف بيعرف مع مين عم يشتغل. ما بدي اقول ما بيعرف، لأنه اليوم يعني اليوم انا ما فيني كثير احكي عنك، بس انه ناس بتعرف انه اسمك صار مسموع دونيستو، بس تقولي مهرجانات، بس تقولي اعراس كبيره، بس تقولي حملات اعلاميه واعلانيه عن كوز معينه مثل الايموفيليا، بس تقولي عشوات مرتبه، بس تقولي ايفنت الجديده، يعني خلص صار اسمك بيسبقك، وبيعرفوا الناس عم يشتغلوا مع حدا بروفيشنال. فتحيه لرئيس بادي، تحيه كثير كبيره له، يعطيك الف عافيه هيك قدام كل الناس، بحب اقول لك ميرسي، كلنا الجروب كله، كلنا ايد واحده أكيد. عن جد عم نشتغل من قلبنا لها، وانا بدي اشكر كل التجار كمان وكل السبونسرز وكل اللي ساعدونا، اكيد كل البنوك والمؤسسات، صحيح. وانا بدي اشكر كمان مثلا انه في هيدي الزينه اللي شفتوها على درج البلديه، هيدي ناس قدموا لنا اياها، يعني بالحقيقه انا بدي اتشكرهم كلهم، يعني من كان البوانسيت اللي شفتوه ولا الشجر، يعني كله بدي اتشكرهم اللي صحيح حبوا انه هالايفنت ينجح من وراء مبادرات شخصيه عملوها، فيها تكون صغيره بس مفعوله كثير كبيره، صح. وبينت لكل الناس. هلا خلينا نقول انه كمان عم نحضر ايفنت رح نرجع نحكي عنه، ما رح نقول شو هو، لا. بس بقدر رح يكون الله راد، رح نرجع نحكي عنه بالتفصيل، واهم شيء انه واحد يحكي عن، بما انه حكينا عن نوال ومرقت وهيك، يحكي عن الاحلام يلي بشوفها ممكن تصير حقيقه. شو عم تخططي لنا هلا؟ انا لانه بالليل بوعى بلاقي واتسابات منك ومسجات انه هيك رح نعمل. قد ايه بتشتغلي دونيز على افكار جديده؟ انا بحب كل شيء جديد، وبحب، ما بحب اول شيء نقلد غير عالم ولا غير ناس شو عملوا، وبحب دائما لان الشيء جديد لو حتى كان صغير ممكن يعطي مفعول كبير. هلا بالحقيقه امبارحه على شيء، بس ما رح اقول شو، كنت عم بعمل ريسيرش، شفت شغله كثير حلوه وكثير جديده، شغله خاصه بولد
دغري اتصلت بامه وفكرت بشيء بدي اعمله مع هيدا الولد. حلو. اللي انا بالنسبه لي بتعرفي ان احنا العيد بيرمز للطفوله للولاده للسماح للعطاء، كثير مهم الانسان يعطي لغيره ما ياخذ هو. وانا بشغلي دائما بحب انه انا وقت اشتغل ما اكون عم بعمل بزنس. يعني انا بلديه جديده بوشري السد اعتبرت انه بيتي عم بعمله، مشان هيك بتشوفيني يكون عم بشتغل لاخر الليل، يكون ريهرسل انا معهم على الارض دائما عم تابع كل تفاصيل، بشوف الكوندكتور كيف عم بيمرق، بشوف التصوير، حتى بفوت مع المصور بقول له بدنا نصور هيك بدنا نصور هيك، شو رايك هيك شو رايك هيك. يعني لدرجه انه اجاني اتصال من رئيسه مهرجانات الارز اللي هي ستريدا جعجع، وجه لها تحيه كبيره، وقالت لي دونيس الفرقاع الفود ارتيفيس مثل مهرجان الارز مش معقول. هو بالحقيقه اكيد انه نحن جديده بوشري السد انا برايي اكيد رح توصل، وهيدا بوعدكم رح توصل باحتفالاتها، واكيد اذا كلنا حطينا ايدنا بايد الريس بنقدر نوصل. لا كثير اشياء مهمه. حلو. بعتقد انه كثير كلنا اجينا كثير تليفونات وكلنا كنا فخورين باللي صار بمنطقتنا، واكيد نوعد الناس انه الاحلى اكيد جايه والاجرأ كمان جايه والاجدد كمان على الطريق، وان شاء الله كلنا سوا مثل ما قلتي هيك بننعش هالمنطقه مع الريس مثل ما هو عم بيشتغل كمان، يعطي الف عافيه على كل شيء خاصه من منطقتنا. نيكست ستيب شو هي؟ شو عندك ايفنتات تاني ابار الجديده؟ شو عنا؟ لا عندي شغله عم بعملها هيك قصص هيك. هلا اذا عم تتابعوا شوي الام تي في عم تتابعوا سيلبرتي دويت اكيد اكيد. انا انت بتعرفوا انه انا المديره التنفيذيه لمؤسسه لونج وينج باترفلاي اللي هي كمان عم تعمل حمله توعيه، اكيد عم تابع هالموضوع مع رئيس جمعيه. اكيد عندي كم ايفنت صغير، عندي عرس برا عم بعمله، بس انا ما كتير بحب انضغط، انا بحب الايفنتات تبعولي نقيهم واختارهم. ما بحب يعني هود الايفنتات كل جمعه كل جمعه، لا ما كتير بيعنولي. يعني بحب نقي الايفنتات. يعني هلا انا اذا جديدي بوشري ست انا ما بشتغل بلديه تانية مع انه اجاني بس ما قبلت. لا عنا شيء هلا عم نحضره. هلا اول شيء عنا شيء عم نحضره للبلديه، واكيد يعني كمان اقترحت انا وعم بشتغل الايفنت تبع جديدي بوشري الست كان بعد ما خلص، يعني كنا عم نشتغله انا وعم بشتغله، اقترحت على الرئيس هذا المشروع هذه الفكره، واكيد ودغري وافق دغري 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 دغري. بكره رح نحكي عنهم الله راد ب وقتها اكيد بكون نحن بالنسبه لنا خلص الايفنت، بس انه تنعلنه للمشاهدين بوقتها بنرجع نعلنه. انا بدي اتمنى لك توفيق بكل شيء بتعمليه انت كمان، وان شاء الله هالعيد بيكون حلو وخير عليك وعائلتك وعبناتك، بعيدهم من قلبي، وان شاء الله كل شيء بتعمليه هيك بينجح وبيضوي مثل ما انت على طول مضوايه. لا انا برايي ما في شيء بينجح وقت الانسان يكون لوحده. كل عمل بده مجموعه، وهذا العمل لنجح كان بده مجموعه. اول شيء كان بده قرار، القرار اتاخذ، بس بعد ما اتاخذ القرار كان بده مجموعه. ما في مثل ما انا بقول ما في ايد بتزقف لوحده، اذا ما في مجموعه مآمنه بعمل عم تعمليه وعم تعمليه بكل حب وبكل شغف ما فيك تنجحي. وانا من هون بدي اقول لك انه انت يعطيك الف عافيه، لان انت كمان ساعدتينا بهالايفنت وكنت معنيه كانه الايفنت لإلك. وانا بدي اقول له للرئيس انطوان جبراني يلو فيكي حبيبتي. ثانك يو كثير دنيس، ميرسي لك وجودك معنا اليوم. بنعيد المشاهدين اكيد بولاده يسوع، وان شاء الله على طول بكون عنا اشياء حلوه نشتغلها سوا ونكفي فيها لقدام وللاعلى على طول اكيد. شكرا لك دنيستو. هذه كانت حلقتنا لليوم مشاهدينا، على امل تكون نلت اعجابكم. بكره الله راد حلقه جديده. ميرسي لمحلات هاريز بلو فولا بيوتي لاونج، وما تنسوا فيسبوك بيج ويوتيوب شانل قصاده تي في وانستغرام جي بي اس مونسيباليتي. الى اللقاء.